يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية أهلا بكم أحبائي المشاهدين في يوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيماية. آية النهاردة حصل فيها يعني اختلاف شوية عن آيات كتير في الكتاب بتتكلم عن محبة الله، وتتوصف محبة الله في الآية دي إنها المحبة الكثيرة. تعالوا نروح للآية دي في رسالة أفسس أصحاح 2 وتعالوا نحفظ هذه الآية، مش بس نحفظها كده كلام لكن نحفظها في قلوبنا. من عدد 4 في رسالة بولس الرسول لأهل أفسس أصحاح 2 بيقول كده: إن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. تعالوا ناخد الآية الجميلة اللي بتقول عن محبته الكثيرة، تعالوا نحفظها قلبا. يلا قولوا معايا، يلا قول معايا، لو معاك كتابك المقدس بص فيه كويس وصور الآية، لو ما كانش تابعني على الشاشة واحفظ الكلمات دي كده بالتصوير، يعني خدها لقطة كده وخزنها جوه قلبك وذهنك عشان تفرح بيها. قول معايا: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. يلا قول معايا تاني، دي في أفسس 2:4: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. أفسس 2:4. يلا قول معايا كده، يلا احفظ معايا: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. أفسس 2:4. أنا مصدق الإله ده، مصدق إن عنده محبة كثيرة، مش بس عددا لكن عنده محبة كثيرة عظيمة. النهاردة ينفع يحتوي بيها واحد زي، ينفع يجيبه من الحتة اللي وصلته ليها الخطية. يا إلهي، حيث أوصلتني الخطية وصلت لي محبة ربنا واحتوتني وجابتني. والنهاردة ربنا بيوصل لك المعنى ده ببساطة شديدة جدا. التراب المصدرة غير الموجود اللي ملوش قيمة ولا ده يعني حاجة بالنسبة لربنا ولا حاجة، لكن لأني خليقة يده، مش بس هو بالنسبة لي الله الخالق لكن كمان الله الفادي. ترنيمت النهاردة بتقول كده: أحبني ربي، أحبني، أحبني حتى وأنا يعني فرد من مليارات الناس اللي في العالم. ده أحب الله العالم، خلي بالك، مش أحب الله العالم الناس اللي كانوا موجودين أيام المسيح بس، أحب الله العالم دي من أول آدم لآخر إنسان لما يجي المسيح. كل ده اسمه العالم، أحب الله العالم. شايف المحبة كتيرة إزاي؟ محبة كتيرة وكبيرة عظيمة ومجيدة. أشجعك النهاردة تيجي للمحبة الكبيرة مهما كانت خطية الواحد فينا، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. ويرجع يقول تاني: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، على حساب عمل المسيح، على حساب عمل المسيح. النهاردة يحق لواحد زي حالاتي ان يجي يقول له: يا رب عشان محبتك الكتيرة وعشان نعمتك الغزيرة ينفع تقبلني في اسمك وحقك عشان خاطر جروحك وفداك.
لما الله يحب لازم تطلع المحبة كبيرة وكتيرة وعظيمة، ملهاش طول ولا عمق ولا عرض، ولا محدش يقدر يقول عن عظمة محبته الكثيرة. يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك الدم الزكي فدا لخاطئ مثلي. يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك الدم الزكي فدا لخاطئ مثلي. أحبني ربي، نعم أحبني، يسوع قال أحبني لذا مات عني. يسوع قال أحبني، أحبني ربي يسوع. أي حبيب من قد سمع مثله في الحب قد نزل من السماء فدا ومات عن ذنبي. أي حبيب من قد سمى مثله في الحب قد نزل من السماء فدا ومات عن ذنبي. أحبني ربي، نعم أحبني، يسوع قال أحبني لذا مات عني. يسوع قال أحبني، أحبني، أحبني ربي، نعم أحبني، يسوع قال أحبني لذا مات عني. يسوع قال أحبني، أحبني ربي يسوع، ربي يسوع. يا رب أشكرك لأجل محبتك وإنك حبتني محبة عجيبة، ليك المجد. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل فرحان معايا بالترتيل، يملى حياتك بالتهليل، يومك بخير طيب وجميل يا رب.